هذه هي أفضل تطبيقات تحرير الفيديو للأندرويد في عام 2024. لقد اخترت لكم الأفضل من بين أفضل تطبيقات تحرير الفيديو، مناسبة للمبتدئين ومجانية أيضا وبمميزات رائعة جدا وأكثر تقدما. هل أنت مستعد يا صديقي لنكتشف معا ما هو أفضل تطبيق لتحرير الفيديو لنظام الأندرويد؟ جربت العديد والكثير من تطبيقات تحرير الفيديو، ولكنني اخترت لكم في هذا الفيديو ثلاث من أفضل وحوش تعديل الفيديو لنظام أندرويد الموجودة في السوق حاليا. وهذه التطبيقات ستكون جيدة لمعظم الأشخاص الذين يقومون بإنشاء الفيديوهات. الخيار الأول معنا اليوم هو تطبيق كابكات ملك تحرير الفيديو. تطبيق يمكنك استخدامه بسهولة كبيرة لأنه يحتوي على واجهة مستخدم مذهلة وسهلة الاستخدام للغاية. إذا كنت لم تعدل الفيديو من قبل أو إذا كنت مبتدئا أو حتى في المستوى المتوسط، أقول لك يا صديقي ستكون قادرا وبكل سهولة إن شاء الله على البدء الآن في التحرير والتعديل كما شئت، لأن كابكات يساعدك على العثور بسهولة على كل شيء وفهم كل شيء بسرعة كبيرة. يعمل كابكات على معظم أنظمة الاستخدام يا أصدقاء. هناك نسخة لنظام الأندرويد ونسخة لنظام الماك ونسخة أيضا لنظام الويندوز ونسخة لنظام الأيو إس أو الآيفون. يحتوي كابكات على مكتبة متنوعة من الموسيقى والملصقات والانتقالات المتعددة والجميلة جدا والمؤثرات الصوتية كذلك والكثير من الأشياء الأخرى. كما أنني أوصي بشدة يا أصدقاء من استخدام أدوات مثل ستوري بلوكس أو موشن أراي للرسوم المتحركة والموسيقى والتأثيرات الصوتية وكذلك المؤثرات البصرية. هذا بكل تأكيد سيجعل الفيديو احترافيا أكثر. بالإضافة إلى كل هذه الأدوات يا أصدقاء التي ذكرناها، قام كابكات مؤخرا بإضافة أكبر عدد من أدوات الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي مثل تلوين الصور بالذكاء الاصطناعي وكذلك التعليقات النصية كترجمة الفيديوهات بشكل تلقائي والتعليقات الصوتية الذكية والكثير من الأدوات خاصة بالذكاء الاصطناعي. وأكثر من ذلك يا أصدقاء، فإن كابكات يتميز بميزة رائعة جدا كاد يعني يتفوق بها على كل التطبيقات المنافسة، حيث أنه يعتمد على السحابة في نقل الملفات من بين الأجهزة المختلفة والمتعددة، مما يجعل العمل يعني أكثر سهولة ومرونة ويساعدك على اختصار كثير من الأمور. تطبيق كابكات يا أصدقاء هو مجاني تماما، يمكنك استخدامه مجانا، لكن لديه بعض الإصدارات المدفوعة يمكنك شراؤها، ولكن في الواقع رخيصة جدا بالنظر إلى ما ستحصل عليه من ميزات متقدمة واحترافية. التطبيق الثاني في قائمة اليوم هو تطبيق VN الذي يعتبر أكبر منافس لتطبيق كابكات نظرا لما يتوفر عليه من أدوات وميزات رائعة جدا سنتعرف عليها الآن. تطبيق VN يا أصدقاء هو تطبيق مجاني تماما وبدون علامات مائية أو إعلانات مزعجة من شأنها يعني أن تشتت تركيزك أثناء العمل. كما أن واجهة التطبيق سهلة الاستخدام، لن تجد أسهل منها، فهي مناسبة جدا للمبتدئين والمحترفين كذلك. فيما يخص أدوات التطبيق يا أصدقاء، فإن تطبيق VN يوفر مجموعة واسعة من الأدوات والميزات القوية جدا التي ستساعدك بكل تأكيد على تحرير وتصميم فيديو احتراف. من بينها قص وتقطيع الفيديو، حيث يمكنك بسهولة قص وتقطيع الفيديو إلى أجزاء ومقاطع وحذف المقاطع غير المرغوب فيها ودمج مقاطع الفيديو المختلفة مع بعضها البعض لإنشاء فيديو واحد متكامل. كما يمكنك إضافة مجموعة متنوعة من المؤثرات إلى الفيديو الخاص بك، على سبيل المثال إضافة الفلتر أو الفلاتر المتعددة التي تمكنك من تغيير مظهر الفيديو باستخدام فلاتر مختلفة ومتعددة، وكذلك يمكنك إضافة انتقالات سلسة بين مقاطع الفيديو لكي تعطي جمالية أكثر للفيديو. إلى جانب الفلاتر والانتقالات يمكنك إضافة الموسيقى والمؤثرات الصوتية إلى الفيديو. فالتطبيق يوفر لك مكتبة موسيقية متنوعة يمكنك استخدامها في مشاريع بكل أريحية. أيضا فالتطبيق يوفر لك مجموعة متنوعة من الرسومات والملصقات والنصوص التي يمكنك استخدامها على الفيديو. بالإضافة إلى هذه الأدوات التي ذكرناها، هناك مجموعة من الأدوات الأخرى مثل التحكم في سرعة الفيديو، حيث يمكنك تسريع أو إبطاء الفيديو الخاص بك، والتحكم في ألوان الفيديو وضبطها، والتحكم أيضا في إضاءة الفيديو. هناك ميزة أخرى يتميز بها تطبيق VN وهي ميزة رائعة
جديدة تتمثل في الجودة العالية في تصدير الفيديوهات، بحيث يمكنك تصدير الفيديو الخاص بك بجودة عالية بدقة 4K. بهذه الأدوات التي يتوفر عليها تطبيق VN يمكنك يا صديقي تحرير فيديوهات خرافية. لذا إذا أردت تجربة التطبيق فهو يتوفر على كل المنصات ويدعم كل أنظمة التشغيل. رحبوا معي بالتطبيق الثالث والأخير في قائمة اليوم عزيزي إنشور، لن أتخلى عنك أبدا. صراحة تطبيق غني عن التعريف، تطبيق مجاني أكثر من رائع، يحتوي على أدوات كثيرة ومتنوعة واحترافية في نفس الوقت، يكاد يعني يتفوق بها على كل التطبيقات الأخرى المنافسة. يحتوي إنشوت على أدوات كثيرة شبيهة بتطبيق VN وكابكات مثل قص وتقطيع الفيديو والانتقالات والموسيقى والفلتر وغيرها من الأدوات الأخرى الموجودة في التطبيقات الأخرى. إلا أن ما يجعل تطبيق إنشوت فريدا هو بساطة أدواته وسهولة الاستخدام، حيث يمكنك أن تتعلم كل أدوات التطبيق في أقل من 10 دقائق. إنشوت خيار سهل للاستخدام للمبتدئين مع ميزات أساسية قوية وبعض الأدوات المتقدمة التي يقدمها. في هذا الفيديو يا أصدقاء قمنا بمراجعة 3 من أفضل تطبيقات مونتاج الفيديو للأندرويد، هما إنشوت وVN وكابكات. أريد أن أشرح لكم بشكل عام مميزات كل تطبيق على حدة دون تفصيل أو تعمق. في النهاية أنصحك يا صديقي إذا كنت مبتدئا أن تختار تطبيقا سهل للاستخدام مثل كابكات أو إنشوت، أما إذا كنت محترفا فاختر تطبيقا يوفر أدوات تحرير فيديو قوية ومتقدمة مثل تطبيق VN. إذا أردتم أن نقوم بشرح هذه التطبيقات في فيديوهات مفصلة اكتبوا لي في التعليق. أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد ساعدكم في اختيار التطبيق المناسب لكم، وشكرا لكم على المشاهدة. أراكم في فيديو قادم.